أن منحة لهذه التلقيحات سيأخذ شكل آخر مع دخول الأساتذة الذين هم كثر وهم أغلبية في هذا القطاع، إذ أن عددهم يفوق 500,000 أستاذ. بخصوص تلقيح التلاميذ، الآن التلقيح يخص يعني ليس فقط في قطاع التربية، لكن في على شكل عام يخص كل من هو سنه أكثر من 18 سنة. وبالنسبة للتلاميذ فالأمر متكفل به، وهناك نظر في الأمر حتى نذهب إلى ما يجب الذهاب إليه كما هو معمول به في العالم بإسره، فنحن دولة من دول العالم ولن نخرج على البروتوكولات التي ستضعها المنظمة العالمية للصحة.